اقول صلوا على النبي. بغض النظر عن اللي صار اليوم، ولو اننا ندري ان اليوم بيكون دخولنا البث، كان جهزنا اشياء ندخل بها، ولكن اللي صار اليوم هو سد النفس اصلا وما جهزنا شيء. فانا والشباب انا اعتذر اني اسوي شيء على التمثيل اليوم، والله ما اقدر. معذور يا ابو احنا. انا اعتذر والله، معدور ما جيت معدور هنا الا تقدير لك يا ابو يوسف وللجمهور، والله ما جينا الا تقدير لك وللجمهور، ولولا غلاكم ما تعنينا. قدرك يا ابو حنين. والله ما جينا هنا الا عشانكم. الله يرحمك. انا اقدم شيء والله ما اقدر اقدم اي شيء اليوم. انت بتكبر في عين جمهورك، لا انت ولا الشباب اللي اخذوا عقوبات اليوم. يعطيكم العافيه، ولا زلنا ننتظر بحب ادائكم على المسرح اليوم. اعذرونا اليوم الاخيره، لا انت يا احمد حنيف ولا محمد الدنع ولا كذلك مشعل القحطاني. يعني صراحه للأمان انا شخصيا كخالد توقعت انكم تكونون يعني ما راح تشاركوا معنا اليوم، لكن حضوركم صراحه كبرتوا في عيني انا كمقدم الفقره، وايضا في عيون الجمهور اللي تابع. والله نحن جايين عشانك وعشان الجمهور اللي ورا الشاشات، اليوم يومين ينتظروننا واحنا لنا يومين ننتظر في الحال من بعض. الله يبيض وجهك. بس انا عندي بيتين يقول اشوف ناس تضاعفني من اسكاتي، ما تدري النفس عدتها من رضاها، واشوف ناس انت بتكسر طموحاتي والحمد لله باجيها وبتعدى. أول شيء والله حنا نعتذر منكم ونعتذر للجمهور وباسمي وباسم خوياي صديق، ونقولكم بإذن الله أن الأسبوع الجاي بنجهز لكم شيء مسرحية ولا إسقاطة تعجبكم. يا ربي أحيانا. واعذرونا ذا اليوم ما حب نشارك، وأبشروا بالعوم. معذورين. ولا أزيد فوق كلام الشباب كلام، أنا قد طلعت وتكلمت، ولكن تقدير لك يا خالد يعني فداك والجمهور وللشباب برضه، ما نبغى نطلع منظر ما هو بزين، لكن انا عندي مشاركه بسيطه اقول له ببقى جبل ولا هز الجبل ريح، وعزيمتي تنطح كبار العزايم، اطيح القايم من قمت ما اطيح، وان جاي يوم وطحت بطيح قايم. اللي حضرت اللي حضرت ادحمتون الزعازيح وان طلت الغيبات جبت الغنايم. بينكم. محمد آل دنعة، مشعل القحطاني، أحمد حنيف، للأمانة كخالد أقول شكرا على حضوركم، وكان ودي إذا أنا إذا يعني تلبون رغبتي، وهذا طلبي الخاص أنكم تقدموا مع الشباب، هذا طلبي الخاص، وأنا ما طلبت هذا الطلب إلا أدري أنكم فعلا في خلال دقيقة واحدة بتسوون سيناريو وبتشاركون وراح تبدعون مثل ما أبدعتوا على المسرح خلال الحلقات اللي راح. فهذا اذا 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 تشوفون انكم جاهزين لا تحرمونا كاخوان لكم، ولا ايضا المشاهدين اللي جالسين يشوفونا عبر الشاشات من ابداعكم. سامي ابو حنين، اللهم صل وسلم. انا اريد وانت تريد وعقلي يريد، ولكن قلبي لا يريد، لا يستطيع، والله ما اقدر، والله لو عندي شيء اني لا اقدر اقدمه، بس انا بظهر بمنظر ما هو زين لا لي ولا للجمهور ولا لكم. وانت غالي ابو نايف طلبت يعني والله طلبت في الشغل، والله على راسك كلامكم بيض الله وجهكم. وانت خابر، انت خابر يا ابو نايف. ما يحتاج احد يحتاج مشعل عاد والله من شاط ما في. ويعذرون الرجال لكم فيهم الخير والبركه. كل التوفيق لكم يا شباب. والله انكم انا لو طلبت مشعل قبل شوي اني لا اعتذر اليوم مسرحيا، والله احنا اعتذرنا لكم مهم مبارك، لكن عشان مجهزين ولا احنا مجهزين شيء، لكن عشان ابو مرعي طلبته وطلبتكم عيال احنا بنقدم المسرحيه للحين، والله العظيم ثم والله يا حضوركم معنا انه بيبهج الخاطر عندنا، ويا ان ابتعادكم عن المسرحيه والله العظيم انه بيضر. الله يجعلني فداك، لان النجاح والله العظيم انه يكتمل بالنشامه، والله انكم تكفون وتوفون وتسدون عنا. جعل ربي يطول عمركم وانتم كفو وانتم جبال يا رجال، رجال عيال رجال، وباذن الله باذن الله ان القرارات هذه ان بينصفونكم قريب، وانا متاكد ومتفائل خير برجعتكم كلكم ان شاء الله. نادر العجمي، شكرا مشعل القحطاني، محمد الدنعة، كذلك احمد.